السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعرف على معلم لولا الوباء لما ظهر للناس، كيف ذلك؟ تابعوا معنا. الزائر للمسجد النبوي يجد نفسه لا سيما في المسجد القديم وسط كم هائل من المعالم، بل يجد نفسه وسط موسوعة من المعالم تحمل في طياتها أخبارا أو حوادث وقعت في ذلك الزمان، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك المعالم ما يميزها أنها بارزة للناس، يراها كل أحد الداخل والخارج. لكن المعلم الذي سنتحدث عنه اليوم لولا الوباء لما ظهر للناس، ولما استطعت تصويره ربما إلا بصعوبة، كيف ذلك؟ إذا دخلت المسجد أخي المشاهد من باب الملك فهد، يعني في الجهة الشمالية من خلف المسجد، ستجد نفسك خلف المسجد القديم. على يمينك التوسعة الغربية، وعلى شمالك التوسعة الشرقية، وهذا مصلى النساء. ولا شك أنك لاحظت أن المسجد ليس مفروشا للوقاية من الوباء الذي نزل بالناس، أسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا جميعا. وهذا هو السبب الذي جعلنا نكتشف هذا الموضع المميز. على ما تدل هذه الدوائر؟ هذه الدوائر أخي المشاهد هي موضع بئر كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى بيرحاء، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الأفصح أن يقال بيرحاء، والله أعلم. فما قصة هذه البئر؟ جاءت الأخبار أنها كانت طيبة الماء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منها. هذه البئر مالكها هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أكثر أهل المدينة مالا. فلما أنزل الله جل وعلا قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضحها يا رسول الله حيث شئت. وانظر أخي المشاهد إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال فضحها حيث شئت. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد المال أو يريد الدنيا لربما أخذها لنفسه أو جعلها في أقاربه أو في من يحب، لكن انظروا إلى عظمة هذا النبي. قال الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام أبي طلحة ماذا قال؟ قال ذلك المال الرابح، يعني قد فزت والله، وقد سمعت ما قلت، ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني تصدق بها على أقاربك، وبذلك تنال الأجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة، هذا من عندي طبعا. فقسمها أبو طلحة في أقاربه. هكذا نكون أخي المشاهد قد تعرفنا على هذا المعلم الذي ذكرنا بهذه القصة العظيمة التي تدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تدل على عظمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نلتقي في مقطع جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.